فعلا هي لحظات صعيبة، فقدنا فيها واحد الصحفي شاب باقي صغير اللي في الطريق ديالو نحو تقريبا الوصول الى القمه من خلال البرامج ولا المراسلات ديالو للموقع اللي كيشتغل فيه ولا من خلال المعامله ديالو مع الزملاء الصحفيين هنا في مدينه طنجه. فقدنا واحد الانسان طيب خلوق عنده احترام كبير في طنجة من خلال المعاملة ديالو مع جميع الزملاء، ولا أدل على ذلك هذه الجنازة اللي دارت له، الجنازة المهيبة اللي هي جنازة طبعا اللي من خلالها كل شيء عبر عن الحزن ديالو. وبالمناسبة كانت منه الأسرة ديالو الصبر والسلوان، والله يرحمه والله يوسع عليه والله يصبرنا جميعا. شكرا. عادل الوريا غدي، الشاب اللي عرفناه دائما معروف بالسيرة ديالو الحسنة بين الزملاء ديالو، كذلك دائما ما نساوش الابتسامة الجميلة جدا اللي كان كيرسم دائما عادل على الوجه ديالو، فكل ما تلقى به الا وجبره مبتسم متفائل بالحياة. كان انسان مهني صادق خالق، ما يمكنش ربما تسارى طنجة كاملة وتسقسي على عادل الوريا غلي، ميمكنش شي واحد اللي نعتوب بأدنى شائبة. كان إنسان نموذج، شاب في مقتبل العمر مقبل على الحياة، كيقدم النموذج ضد الصحفي الشاب الملتزم الخلوق المهذب اللي دائما كتربطوا بالناس علاقات حسنة. فكنذكروا كذلك المهنية ديالو، ما التواجد ديالو في جميع الأحداث المهمة اللي عرفتها المدينة والتغطيات الموضوعية اللي كان كيقوم بها. فالوفاة ديالو صراحة كانت صدمة لكل الفاعلين داخل مدينة طنجة. انتم شفتوا حجم الحضور وحجم التأثر، ما كاينش اللي بكى على عادل. ف شكرا.